ايش قدر الجدار يجمع الخضر يغمر ايش قدر الجدار يجمع الخضر يغمر كاتب من ستر زوزن اتيه جامر كاتب من ستر زوزن اتيه جامر ايش قدر الجدار يجمع الخضر يغمر ايش قدر الجدار يجمع الخضر يغمر كاتب من ستر زوزن اتيه جامر كاتب من ستر زوزن اتيه جامر ايش قدر الجدار يجمع ظلما ظل بردون ايش قدر الجدار يجمع ظلما ظل بردون من دلم من ايت شي نادي لو كل ظل بردون من دلم من ايت شي نادي لو كل ظل بردون يعطيك العافية وسلم هالإيدين يا حق. الله يسلمك يا أبو حسين ويخليك وإن شاء الله صحة وهنا. يلا على مهلك أبو غانم، على مهلك. شو فكر حالك لساعتك شاب؟ هلأ بيجعك ظهرك. طبعا شاب، لكان ختيار مكحكح مثلك. شوف، طول ما هالطاحونة عم تشتغل فأنا شاب وهي صبية. معناتها لازم نلاقي لك عروس من عنا من الضيعة تسر قلبك وخاطرك. بقى شلون عزماتك يا أبو غاني؟ ولك أنا عزمات هي؟ قال عزمات، قال أنا يا أبو سعيد، من بعد ما ماتت مرتي وابني غانم الله يرحمهم ويحسن إليهم ما عاد إلي غير هالطاحون هي، ودارين دارين الله يرضى عليها بنت ابني رحمة الله عليهم. يلا يا مصير كان يصير انت احلى الناس في نوري جل من سوى يا عمر. يلا يا سالم اعطيني ظهرك لشوف. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا أهلين جدو. أهلين، جبت لك الغداء وشوية فواكه. يسلموا دياتك، فوتي لجوا فوتي. ما جعت جدو؟ انت بدك تتغدى؟ شوية تاني جدو، شوية تاني، لأنه بخاف يجيني زبون وأنا عم باكل. طيب ليش ما عم تجي تنام عنا بالضيعة؟ يا جدو، هذا الموسم موسم طحن، ولازم كون بالطاحون من طلعة الضو مشان الزباين، لأنه في ناس عم تجي بكير كتير. السلام عليكم. ها، مدري مين إجا؟
اهلا وسهلا وعليكم السلام. يعطيك العافية يا عم. الله يعافيك، اهلين. بتعرف لي بستان منير بيك الطرطري؟ ايوه. ايه بعرفه. جايب لهم شميته بدي يعمروا بيت لموتور المي. بتروح من هذا الطريق باخره على اليمين بتلاقي بيت الطرطري. كثر خيرك يا عم، شوف اذا بدك تصلح الطاحون انا مستعد اجيب لك شميته والبحص والرمل كمان. لا اخي لا ما بدي شيء، تيسر الله معك. السلام عليكم. وانتو جدو روحي على البيت الله يرضى عليكي. روحي احسن ما تتعوري، وخذي هدول لامك. خير مسكي. مرحبا يا امي. اهلين امي. شو جدك مو جاي؟ لا انا مو جاي. وليش ما انا جاي؟ منين اجا هالضغط تقبريني؟ ثلاث ارباع اهل الضيعه اذا مو كلهم عم بيروحوا على الطاحونه الجديده، الكل عم يمدح فيها، عم بيقولوا اسرع وانضاف. امي اوعك تحكي هالحكي قدام جدي، بيزعل بعدين. اساسا هذا يلي معقده ومكركبه وزباينه كل ما له عم تقل. ليش فكرك جدك ما بيعرفوا لهالحكي؟ القصتي بيعرفوا، بس عم يكابر على حاله. بتعرفي ولك بنتي؟ انا لو مطرحه كنت بعتها لهالطاحونه، او كنت اعطيتها لحدا وقعدت بالدار وارتحت من الناس والاخذ والعطا والسق والنق. بس هيك عنيد راسه يابس جدك. بس يا امي جدي ما بيقدر يقعد بلا شغل، اساسا هو ما بيعرف الا هالشغله، بقى شو بده يشتغل؟ شو كنت نايم يا ابو غنم؟ لا لا شو نايم، انا لا بنام ولا بخلي حدا غير ينام. عود لك عود. شو ايه ما تخلصت شغل اليوم؟ يعني بعد العصر. كم كيس طحنت؟ طحنت كتير على وهد تيسير. اصبح بعد بكره باذن الله بيكونوا امحاتي عندك. ليش ما لقيت حصادين لحد هلا؟ شو بدي ساوي يا ابو غالي؟ ما حدا عم يرضى يجي مشان كم دنوم، وانت مثل ما بتعرف صحتي على قدها ما بتواتيني الحركه. وشو قصة أولادك؟ يعني ليش ما بيساعدوك بهالموضوع؟ أولادي أولادي تركوني ونزلوا على المدينة. كلهم؟ كلهم. قال كان الفلاحة والعصاد ما بيناسبهم، ما بيليق بمقامهم. لسه ما بتركوني. بتصدق إنه صغير فيه؟ بيشتغل بزق الأحجار والرمل والحفر والنار، وما بيستنظف يجي يشتغل عندي بالارض. معقوله هالكلام اللي عم بسمعه يا ابو يوسف؟ ما بزل عليك يا ابو غانم، كنت ابعث لهم برغل على المدينه، قال لا بقى تكتر، الافنديه تعودوا على الرز. يرحم ايام زمان يا ابو يوسف، لما كان البرغل عمود كل بيت وما يخلى منه ولا بيت. لكان يا ابو غانم لكان، ونحن هيك ربينا، لأنه البيت اللي فيه برغول أصحابه ما بيجوعوا بنوب. معلومة يا أبو يوسف، شلون لك ها؟ والبرغول بسامير الركب مثل ما بيقولوا. الله يصلحهم ويهديهم لأولادي. الله يصلحهم ويهديهم. وين ربطتي الحمار يا دارين؟ ورا الطاحون. روحي فكيه وربطيه قدام الطاحون، لا تاخذيه معك على البيت. حاضر. في حدا برا؟ لا ما في حدا. بس جدو مو بدك تيجي تنام بالبيت اليوم؟ لا جدو لا، مو خرج، لانه شلون بدي نام؟ شلون بدي نام بضيعه وشغلي لفوق راسي. طب ما بدك تتغسل؟ لا تخافي علي جدو، لا تخافي. النهر جنبي، المي ببلاش، بكره بتغسل. ماشي يلا بخاطرك. الله معك جدو، مع السلامة.
مرحبا يا قمر. ايه اهلين ماجد. شو ما شفتك اليوم؟ وين رحتي؟ بالطريق التحتاني. ليش غيرتي الطريق؟ لانه حمار جدي بروع ما بيرضى يروح الا منه. هلا انا وياكي صرنا بدنا نمشي على امر الحمار؟ عنجد ماجد عملت معه المستحيل حتى يمشي من هالطريق مقبل. حرن وتيس ورفع اذانه، مدري شو صار له. هلا ايمتى بدنا نروح لعندكم؟ ماجد انت ليش مستعجل؟ قلت لك طول بالك شوي. جدي معصب كثير وطالع خلاله. زباين الطاحون كلهم تركوه راحوا على طاحونة الديزل. ولايمتى بدك يعني طول بالك؟ ما بعرف. والله ما بعرف. يلا هلا خاطرك. دارين شو اخباره جدك بهالايام؟ والله يا امي انا خايفه عليه كثير. يعني ما عم يجي زباين منه ابنه؟ قليل كثير، بس اليوم شفت عنده وحده ختياره، يمكن هي اللي ساكنه بالحاره القبليه، وهيك يمكن اسمها معطى الخشن. شو بدها تخطبني لابنها؟ هذا اللي بيعرج واسنانه مكسره. ايه وشو قال لجدي؟ عصب عليها وقال لها لساتها البنت صغيره. دارين انت عم تشوفي لماجد؟ مو دائماً، أحياناً لما بكون عم ودي الأكل لجدي بالصدفة بشوفه. وشو عم تحكي أنت وياه؟ ولا شي، بس قال بده يبعت أهله وأنا عم قله طول بالك شوي. يا سلام ليك يا أبو يوسف، ليك شوف الأرض شلون بتعطي. يا حيف على اولادك يتركوها يا حيف. ايه والله يا حيف، بتصدق يا ابو غانم اني متميت موت وموتي لحتى لقيت حصادين. وشون لقيته؟ شرطوني تلت الهر وتلتين الي. بسيطه مو مشكله، خلي العالم ترتزق مو مشكله، الله ما بيقطع مخلوق. ما قلنا شيء يا ابو غانم، ما قلنا شيء، بس اللي بيعز عليك ان اولادك شبابي ويتركوك ويمشوا وما حدا يسال عنك. قال شو؟ بدهم يروحوا يعيشوا بالمدينة وعينك ما تشوف وين ساكنين. ساكنين بحارة ضيقة ومنشحة، رطبة وريحتها طالعة، بس لحتى يقولوا قدام الناس شوفوا نحن عايشين بالمدينة. يلا يلا يا شباب. الله يكون معك يا ابو يوسف. الله يكون معك. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة حبيبي. السلام عليكم. السلام. اهلا وسهلا. تفضلوا تفضل تفضل. من هون من هون. تفضل تفضل تفضل. وين رأى؟ تفضل.
خليهم داري. شو؟ ليش ما عم تشتغل بالأرض مع أبو؟ إيش ما دريتي؟ بشو؟ أبو يوسف شمس الجبل، فيه ولا جدي؟ أعطاك يا عمرو. يا ويلي عليك يا جدي، ما بقي لك حدا من رفقاتك طيب؟ تخيلي إنه صار له ثلاث أيام ميت وما حدا بيعرف عنه شيء، لولا إنه الكلب صار ينطح الباب بإيديه ورجليه لحتى تعرفوا الناس إنه هو ميت. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يلا بدك شيء؟ لوين رايحة؟ بدي أشوف جدي. طيب روح معي؟ لا لا لا. بقية بحياتك جدو، والله يخليك فوق راسنا طول العمر. لا بقيتي تيجي لهون الله يرضى عليكي. ليش يا جدو؟ شو مليت مني؟ أنت صرتي صبية، الطريق ما له أمان. طيب يا جدي، والأكل مين بده يجيب لك يا؟ ما عليك مني، دبر حالي. خدي حبيبتي خير، خدي هدول أعطيهم لأمك. سلم هديات. الله معك جدو. هاي الأكلات حطت لك يا عمي بخاطرك. شو يعني؟ ناوي يضل بالطاحون على طول؟ ونبه علي إني ما أجي لعنده كمان. أمنتوا بالله؟ وشلون بده يأكل ويشرب؟ والله ما بعرف. الله يبعث خير بجاهك. آمين يا رب. حاجة مطر يا جماعة. والله بحاجة المطر. الله كريم. والله الله كريم. الله يكرمنا بكرمه. ها؟ وهي عمي بغانم. يعطيكم العافية. يا ميت أهلين وسهلين يا أبو غانم، شرفت، أمرني وأنا بالخدمة. الله يرضى عليك، بدي 10 علب طون و10 سردين وأنينة زيت مسيك. يا الله. وبدي 5 لواح صابون ونص كيلو ملح وكليان سكر وقية شاي. مو على عيني وراسي. يا الله. شو ما عم بتروح على البيت الظاهر؟ لا والله عم روح نام بالطاحون. ليش الطاحونة لساتها شغالة؟ إيه شغالة. وليش لحتى ما تشتغل؟ شغالة مثل الصلاة على النبي. صحيح أبو غانم مثل ما عم بيقولوا إنه الطاحونة الجديدة أخذت لك كل الزبائن. ما أخذت شيء، الله بيبعت الرزق للجميع وطاحونتي ماشية مثل الحلاوة. يعني عم يجيك زبائن؟ ركان طبعاً عم يجيني، عم يجيني الله وكيلك. الزبائن عندي مثل الكشك وليل ونهار كمان. ليش مين عم يجيك بالليل؟ زبائن الليل يعني منين الله بيبعتهم ما بعرف. شي بروس وشي بلا روس، ناس بعرفهم وناس ما بعرفهم. تفضل يا ابو غانم. تسلم وديات. تاكلهم بالهنا والعافيه. الله يسلمك، سجلهم على حساب. على عيني وراسي. السلام عليكم. الله يبارك فيك. معقول هالحكي عنك يا ابو غانم؟ والله انا من يومين مرقت من قدام الطاحونه بالليل، كان اللي عم تدور.
دوري يا طاحوني دوري، ملي حيطانك غبرة وخلي غبار عينك، خلي للسقف يا علا. دوري يا طاحوني دوري، ملي حيطانك غبرة وخلي غبار عينك، خلي للسقف يا علا. تفضل تفضل يا ميت، مرحبا. فوت. سبحان سبحانك يا ربي يلي طمرتنا بخيرك. الهي الهي لا تحيشنا لغيرك. يلا يلا هات شوفك. بتعرفوا يا جماعه ليش طاحونة ابو غانم شغاله ليل نهار؟ لك عم بيقولوا انه بالنهار عم يطحن لفلاحين من مزارع واراضي بعيده كتير، وبالليل عم يطحن للجن. لمين؟ للجن هيك عم بيقولوا. وشو بدها تطحنه للجن؟ عم بيقولوا عم يطحنوا عنده تبر دهب. هو بيني وبينكم يا جماعة كان أبي الله يرحمه يقول لي إنه في حوالين الضيعة تل دهب صغير، وهالتل ما بيطلع غير كل 11 سنة مرة، ويوم من الأيام واحد من ضيعتنا شافه قام جن ومات. الله وكيلكم، هيك كان يحكي لي أبي. معناتها ابو غانم صار غني كبير على الحاله. سمعتي شو عم يحكوا عن جدك بالضيعه؟ وشو عم يحكوا؟ انه جدك عنده اقل شيء 10 اكياس ذهب. شو هالحكي؟ يا ريت الله يسمع منك. ايمت اخر مره رحت فيها لعنده؟ الاسبوع الماضي. دقيت 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 ما فتح لي. وكان جوا بالطاحون؟ اكيد، لانه الطاحونه كانت دايره وهو عم يغني. بده يكون ما سمعك. أكيد إنه سمعني. معناتها الكلام اللي عم يحكوه صحيح؟ ما بعرف. وأنا وياكي لأيمتى بدنا نضل نستنى؟ ما حاجتنا؟ كمان ما بعرف. خلص، أحسن شي روح أخذ أبي وأطلع عن جدك على الطاحونة وأخطبك منه، شو رأيك؟ يلي بدك إياه، بس إن شاء الله يفتح لكم. هلا بدي أشوف. أبغى نام؟ يا ابو غنم ليكون ما في حدا. ايه بس يا بي الطاحون دايره، ودارين قالت لي انه جد ما عم يترك الطاحون. ولمين عم يطحن؟ والله ما بعرف. لك يا ابو غنم شوفي شو بدكم. إيش ما في كلمة تفضلوا، ما في أهلا وسهلا، ما في كلمة ترحيب ولو يا أبو غنم. مالي فاضي، عندي شغل. إن شاء الله آية الرزق. ولمين عم تطحن؟ ربي ما أكتر خلقك، الله ما بيقطع. إيه الحمد لله على كل حال. أخي شو رأيك نفوت لعندك على الطاحون نشرب لنا كاس الشاي ونتفاهم؟ على شو بدنا نتفاهم؟ لا معكم كياس قمح ولا شعير ولا عدس. مظبوط، لحنا مو جايين نطحن. لشو جايين لكان انتو؟ جايين بخصوص ماجد والمحروسة دارين. هلا مو وقت هالحكي، بعدين بعدين. ليش يا ابو غني؟ لك عم بقول لك مالي فاضي، مالك سمعان صوت الطاحون؟ طيب وامتى فينا نحكي بهالموضوع؟ بعد ما يخلص الموسم، موسم الطحن يعني. الله معكم، مع السلامة. ما عجبني كلامه يا ماجد. شو يعني؟ الشغلة فيها سر ولازم نعرفه. شلون بدنا نعرفه؟ لازم نفوت على الطاحون. يا ابي شلون بدنا نفوت لعنده على الطاحون؟ ونحن وصغار كنا نفوت على الطاحون من الحيط اللي جنب النهر، الحقني لإلا.
شو عم تسوي هون؟ مين قالكم تفوتوا لهون؟ اطلعوا لبرا. اطلعوا لبرا انت وياه. لك شو بدكم مني؟ لك شو بدكم مني مشان الله؟ لك شو بدكم مني فهموني؟ لك تركوني بحالي يا ناس؟ تركوني بحالي؟ لك شو بدكم؟ هاي وقفت لكم الطاحونة، الطاحونة اللي طعمتكم وطعمة جدودكم وولادكم وحفاتكم، هاي وقفتها. بس بدي أفهم ليش تركتوها؟ ليش؟ لك والله لسه بتشتغل ألف سنة والله. ليش بعتوا عنها؟ ليش نسيتوها؟ لك هالطاحونة بتقدر تطعميكم وتطعميني طول العمر. لك هالطاحونة جوعانة، جوعانة صار لشهر بطوله وما دقت حبة قمح وحدة تحت دراسها. شهر ما شمت فيه الشعير والقمح. لك طعموها يا عالم، طعموها حتى تطعميكم. حرام عليكم، حرام. بقى تركوني بحالة يا أخي، تركوني بحالة. الله يخليكم، مشان الله تركوني بحالة، مشان الله. مرحبا داري. أهلين. زعلانة؟ ما في شيء، ولا يهمك. شلونه جدك؟ أحسن من أول، بس ما له عم يحكي. داري نحن عن جد بنعتذر، بس أنا وأبي ما كنا بنعرف إنه. إنه شو؟ هيك كشفتوا سر جدي. شو ربحتوا من ورا هالشغلة؟ ها معك. وأنا عن جد بعتذر، بناوي صلح غلطتي. صلح غلطتك؟ شلون بقى؟ بعدين بتعرفي. خاطرك. والله ما بيجوز من الله يا عمي أبو غاني، بدك تضل هيك على لحم بطنك؟ جيب لك زبدية شوربة. لا لا لا، ما بدي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه والله مو حالي هي. طيب ساوي لك كاسة زهورات؟ لا لا ما بدي شيء، شكرا. بكرة بدي أروح على الطاحون. مثل ما بدك. بس يعني يا عمي أبو غانم، شو بدك تساوي بالطاحون؟ طيب جدو، ارتح لك عنا يومين، بعدين بتروح. مالي تعبان، مالي تعبان. طيب جدو، خليني روح معك، بس بكرة، بس بكرة، الله يوفقك. طيب. Thank you.
وطحين برغل وطحين. دوري يا طاحونه ومن اللي ضيعتنا. برغل وطحين برغل وطحين. دوري يا طاحونه ومن اللي ضيعتنا. برغل وطحين برغل وطحين. دوري يا طاحونه ومن اللي ضيعتنا. برغل وطحين برغل وطحين. دوري يا طاحونه ومن اللي ضيعتنا. برغل وطحين برغل وطحين. برغل وطحين برغل وطحين. دوري يا طاحونة ومن اللي ضيعتنا. برغل وطحين برغل وطحين. شو ابو غنيم جاهزة طاحونتك؟ جاهزة ابو ماجد جاهزة. بس كاني شايفة واقفة. هلا من شغلة شو الشغلة يعني؟ يلا خلينا ياك يا ابو غنيم. يلا يا شباب شرفوا. الله يديمك يا ابو غنيم. يعطيك العافية أبو غنيم. يا رب. يعطيك العافية يا أبو غانم، إن شاء الله دائماً بنشوفك بصحة وسلامة. إيه ما شاء الله عليك يا عمي أبو غانم، لساتك شب. خذوا دارين بطريقكم. وأنت يا جدي؟ معلش أنا بدينا هون. بس يا جدو أنت مريض. أنا مريض. لك يا بنتي، يلي بيطحن باليوم 50 كيس بيكون مريض. الله يسامحك. الله معكم. يلا السلام عليكم. امشي يا بنتي امشي. تفضلي. خاطرك عمي. خاطرك يا ابو غانم. مع السلامه. يا رب يا كريم يا رب. بيظهر زماننا راح وشمسنا غربت يا طاحون. أهل الضيعة حبوا اليوم يفرحوني أنا وياك، كتر الله خيرهم. بس أرجوكي لا تزعلي، لأنه بكرة ما رح يجوا، ولا يلي بعده، لأنه الطاحونة الجديدة عم تناديهم، وصوت الديزل والمازوت أقوى من الكل. يلي بيحرق القلب أنه نصير ذكريات، ذكريات بعيدة. بكرة رح يمرقوا هالناس من حدك ورح يقولوا هون كان في طحان وطاحونة. جدو جدو
جدو لا لا عمي أبغاني لا عمي أبغاني شباب اعطينا الحرام الله يرحمك يا ابو غانم الله يرحمك يا ابو غانم الله يرحمك يا ابو غانم